ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهمية المشروعات القومية في تشغيل عمالة جديدة. كما أشار الرئيس إلى أهمية تلك المشروعات في توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم. إن أنا أعمل مشروع والمشروع ده يكسب مكسب مش كتير بس يشغل عمالة كتير، أنا بعتبر ده ربح يتحط. هو مش منظور أنت بتحسب كان جالك كم جنيه، لكن انا بحسب برضه كم جالي كم يعني قد ايه دخلي، ولكن من ضمن الدخل بتاعي ان انا شغلت في المشروع ده 100 او 1000 او 100000 انسان. فال 100000 انسان ورا منه 100000 اسره، وده في حد ذاته بعتبره مكسب مالي، لان انا المفروض كدوله بوفر فرص عمل للناس، وبقول ان فرصه العمل من 100000 جنيه لمليون ويمكن تزيد اكتر دلوقتي. مليون جنيه الفرصة الواحدة، فأنا لو أنفقت الإنفاق ده عشان أوفر للإنسان فرصة العمل ديت لا بأس.